خلينا نقرا المشهد اكتر مع اللواء محمد الشهاوي رئيس اركان الحرب الكيميائيه الاسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. سياده اللواء مساء الخير واهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بك يا استاذه هبه واستاذ المشاهدين. قراءه حضرتك اولا لكل الكلام اللي رايح واللي جاي بخصوص محور فيلادلفيا وما يمكن ان نسميه بجس النبض الاسرائيلي. هو طبعا اسرائيل ورئيس الحكومه الاسرائيليه نتنياهو هو دائما ما يعطي رسائل للداخل الى اليمين المتطرف، ولكن هو يعلم ان الجيش المصري هو بيحمي الامن القومي المصري، وان هناك اتفاقيه ومعاهده سلام ما بين مصر واسرائيل، منها هذا الممر او محور صلاح الدين او ممر فيلادلفيا ان تكون منطقه عازله. لو تواجدت اي قوات عسكرية إسرائيلية يبقى دليل اختراق لهذه لمعاهدة السلام. وإسرائيل تعلم علم اليقين بمدى كفاءة وجاهزية القوات المسلحة، وبالتالي هي لن تقوم بالمساس بهذه المنطقة اللي هي المفروض عازلة لا توجد بها قوات. لكن عايزين نقول أن هذا المحور هو على أرض فلسطينية وكان تحت سيطرة حركة حماس، وحركة حماس الآن هي في حرب. صحيح إسرائيل بترتكب كل المجازر وبترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تحت سمع وبصر المجتمع الدولي. الدولة الوحيدة التي تقف مع فلسطين وتقوم بإرسال المساعدات وتقوم بصنع المبادرات مثل المبادرة المصرية للتهدئة وخفض التصعيد وإيقاف إطلاق النيران وتبادل الأسرى، كل ذلك بيؤكد أن مصر هي التي تقوم ببذل الجهود الكثيرة ليس من اليوم ولكن منذ يعني بداية هذه القضية من عام 1948، ومصر بذلت الكثير من الدماء في الجولات الأربعة المصرية الإسرائيلية، كل ذلك لصالح القضية الفلسطينية. وبالتالي احنا عاوزين نقول يجب أن نطمئن على جاهزية وقدرة القوات المسلحة على ضبط حدودنا، وخاصة أن كل الاتجاهات الإسرائيلية وكل الاتجاهات المصرية الأربع الاتجاهات الاستراتيجية مهددة، وهناك تحديات في الجنوب مع السودان وحدودنا مع السودان 1200 كيلومتر، وأيضا في الغرب مع ليبيا وحدودنا مع 1115، ونعلم أن هناك حكومتين وفترة من الفترات كان في ليبيا 1700 ميليشيا مسلحة وجماعة إرهابية، كل ذلك على حدودنا. الآن الحرب الإسرائيلية الفلسطينية وإسرائيل وتبجحها وإجرامها مع الشعب الفلسطيني بيجد أن هناك الرئيس عبد الفتاح السيسي حاسما ورادعا. طيب وكاشفا، لكن هل تبلغ الجرأة بإسرائيل أنها يعني تخترق واحد من أبرز ملامح أو أبرز محددات اتفاقية كامب ديفيد؟ هل تبلغ الجرأة بالمسؤولين للدرجة دي؟ طبعا أنا من منبر سيادتك يا أستاذة هبة، وعاوزين نقول الخلاصة، خلاصة الكلام أن إسرائيل تدرك تماما قوة الجيش المصري، الجيش المصري الذي هو في المرتبة الثانية عشر على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور، وأن مصر هي بتقوم بدور الوساطة ما بين إسرائيل وما بين الفلسطينيين لقدرتها وصدقها، وهي التي تقوم بإرسال المساعدات. صحيح. 70% من إجمالي المساعدات التي دخلت حتى الآن بعدد 6000 شاحنة هي مصر، 70% مصرية ومن طبعا الشعب المصري العظيم للشعب الفلسطيني. فاحنا بنطمن وبنقول ان جميع حدودنا منضبطة، قواتنا المسلحة جاهزة ليلا ونهارا للحفاظ على التراب الوطني وعلى الامن القومي المصري. صحيح. ويعني نحط في بطننا بطيخة صيف كده بجاهزية قواتنا لرد اي عدوان او اي دولة تريد المساس بالامن القومي المصري. دي فعلا الخلاصة، بشكرك شكرا جزيلا لواء محمد الشهاوي. جاهزية الجيش المصري لا يرقى اليها الشك، وما فيش اي هزار في الامن القومي المصري باي حال من الاحوال.